رجل بالبصرة اجى واحد من اقاربه ليخطب بنته، ما وافق، وهذا من حقه يقبل او ما يقبل، وما يترتب عليه اي اثر لا قانونيا ولا اجتماعيا ولا اي شيء، ولا حتى من ناحية العلاقة ويا الاقارب. لكن شلون تصرف؟ اخذ بندقيته وبوضح النهار قتل والد لابنيه. تابع الفيديو. شوف شنو انت الحيرني هاي السيارة، شوف هاي السيارة، شوف ما طيحها صح؟ اوكي؟ شوف ما قتل الطفل، شوفه طيح الرجال، شنو شنو ذنب الرجال؟ سيد مالي يقول الحمد لله زين مالي. لا زين زين، هو صاير صوبه. يحط الطفل بعد شو شو هاي من بيكم؟ هاي بيكم افتار خطيه صرنا. قرب ساعه شوي. ها؟ بس الساعه 59 دقيقه بس لحظه. 56